ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومحيا كالشمس منك مضيء أسفار عنه ليلة غره ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء رب صل على الحبيب محمد وعلى آل رما لم تنله النساء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء واتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء رب صل على فما هو مولد كان من في ضالع الكفر وبال عليهم ووباء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء وتوالت بشرى الهواتف قد ولد المصطفى وحق الأناء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فضوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عبد اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم